شو اسمك يا رباعي؟ أحمد محمد حسن الكحلوت. شو لقبك؟ أبو حسن. شو وظيفتك الحالية؟ مدير إدارة مستشفى كمال عدوان. إمتى تنظمت الحماس؟ 2010. إمتى آخر مرة معركة تضريب عسكري؟ 2010. شو رتبتك في حماس؟ رتبتي عميد. وصف لي كيف الحماس استخدم في مستشفى تبعك لتخباية ناشطين عسكريين؟ هم اللي خبوهم بشكل رسمي، لهم تنسيق اللي أنا بعرف حسب الموظف، هم القيادات السياسية اللي هم المسؤولين الكبار، مسؤولين عسكري ومدى، كان لهم غرف يتخبوا فيها، قعدوا فيها تقريبا 10 أيام، بعدين غيروا الأماكن لمكان تاني، وبعدين طلعوا برا المستشفى. ليش بيتخبوا في المستشفى؟ عشان المستشفى أمان لا لهم، لا يستهدفوا يعني في المستشفى. أكم واحد أجوا؟ هو إجا وقت في المستشفى صاروا بالعشرات، يعني قرابة 100. هل في المستشفى تبعك في كوادر طبية اللي هم جزء من أصدقاء القسم؟ نعم، هم اللي بعرفهم 16 واحد، ذكرت أساميهم كلهم، وكل واحد إيش وظيفته سواء في المستشفى أو برا. هم ناشطين عسكريين يعني؟ عسكريين. منهم شوفي شو وظيفتهم في المستشفى؟ هو وظيفته إما طبيب، إما ممرض، إما مسعف، إما كاتب، يعني وظائف يعني رسمية، ولكن إلهم وظائف أخرى في القسام وفي السرايا. نعم، في واحد منهم السرايا. يعني بتقدر تقول إنه المستشفى تبعك أصبح لموقع عسكري تحت سيطرته. نعم. هل حماس في مكاتب خاصة جوا المستشفى؟ نعم، يعني في المكاتب اللي فيها كان قائد حماس واثنين من القيادات، ذكرت أساميهم، هو مجدي أبو عمشة مشير المصري، في مكان استخدموه للجندي، في مكان للمحافظ محافظ الشرطة، في مكان للمباحث، في مكان للأمن الداخلي، في مكان للأمن الخاص، وكلهم كان عندهم خطوط خاصة، خطوط هواتف في هذه الأماكن. هل حماس بيستخدم أمبولانسات خاصة؟ أمبولانسات خاصة، نعم، لهم أمبولانس خاص معروف، يعني حتى لونه ودهانه مختلف عنه بدون نمر. لا، ايش بيستعملوه؟ استعملوا النخل الجندي، واستعملوا النخل البثث، واستعملوا الأغراض أخرى مش عارفها، بس أنا شفته بيطلع وبينزل وما بنزل جرحى، يعني ما بساعدنا حتى في نقل الجرحى، يعني ما يكون في جرحى كتير وفي أسر وفي أي حاجة، بترجاه ياخذ إشي يوديه على مستشفى الأندونيسي يطلع بيه على الشفا، كان يرفض. ليش؟ وظيفته أهم. وشو وظيفته؟ وظيفته ينفذ كلام قيادته للسامة. يعني بيستعملوا الأمبولانس هذا لإيش؟ يعني أغراض غير الإسعاف. شو بتفكر عن زعماء حماس؟ أنا حكيت لك إن هو جبناء. جبناء لأنه هم كانوا يسبقونا في الميدان، هم متخبيين في أماكن حماية، والشعب هم اللي أكلها. وشو الحال يعني؟ دمرونا للأسف.